السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو بنتي دارت الحجاب في المدرسة، ولكن واحد المعلم يعني تعنصر عليها، ولا عنصري معها، ولا كيهضر معها بطريقة تبدل عليها، رغم أن ولادي جداد ماشي أنا، ولكن غندير إزامبيو ليا أنا، يعني أنا غنحط الموضوع بأن أنا هو مول المشكل. حنا يلا جينا جداد عامين وباش جينا الطاليان، ولادي انتيغراو تيهضروا مزيان الطاليانيه، يعني تيقراو مزيان كلشي هو هذاك. هاد الايام بنتي بدات مره كدير الحجاب في المدرسه، ولكن واحد المعلم اللي كيقريها عده مواد بدا كيتغير معاها، وبعض المرات حتى الفاظ عنصريه. هادشي اللي تقول بنتي، ولكن واش داكشي صحيح ما صحيحش الله اعلم. هادشي اللي تقول كيف المعامله ديالو تبدلات مع بنتي، ولا كيهضر عليها وتقول لها حيدي داكشي اللي في راسك، ما ديريش، وعلاش درتي، وهادي هادشي ما خدامش، حنا في الطاليان، وكذا وكذا وكذا. اوكي، اول شيء كاينين قوانين، كاين دستور هنا في الطاليان، انك يقول لك استعمل الدين اللي بغيتي، اي ديانه انت عندك استعملها، ما كاينش اللي غيقول لك لا طابت لا تحرقت. يعني كاينه لا ليبرتا في الديانه هنايا في الطاليان، يعني اي ديانه انت منتمي لها ممكن تستعملها. انا مسلم كنستعمل الاسلام ديالي في الطاليان، ما كاينش اللي يقول لي الاسلام ديالي تيقول لي دير الحجاب، كندير الحجاب، وما كاينش شي منطقه كيمنعوا فيها الحجاب هنا في الطاليان، ما كاينش شي منطقه تيمنعوا فيها. كاين بعض المناطق كيمنعوا فيهم الخمار اللي كتبين غير العين، كاين بعض المناطق كيمنعوهم فيهم، وكان خرج حتى شي قانون لهذا الشيء، ولكن بالنسبه للحجاب عادي، ما كاين حتى مشكل. اوكي، كاين اللي تيقول انا هذا الاستاذ هذا غادي نمشي عنده، غادي نحيح عليه، غادي ندير ليه ونفعل ليه وكذا وكذا وكذا. نو، الدين ديالنا ما تيقولش هكا. الدين ديالنا كيف غادي نقولوا بالطاليانيه، نونديري الورو كي سي مسلمانو، ما موسترا الورو كي سي مسلمانو. لا تقل لهم انك مسلم، ولكن بين ليهم بالمعامله ديالك انت مسلم. هذا الاستاذ هذا يعني انا ما غنمشيش نتشاد انا وياه باش نقول ليه علاش تقول لبنتي هادشي وهادشي وهادشي. نو، استاذ راه يقدر يكون غادي يقري بنتي مثلا واحد 3 سنين، الا كانت في الميديا غيقراها واحد 3 سنين، يعني واحد 3 سنين هو معاه. انا خاصني نبين ليه بان المعامله ديال المسلم مختلفه على داكشي اللي في دماغه هو. فهمتيني اش بغيت نوصل لك؟ يعني غنحاول نتقرب منه، نحاول نشرح ليه، نحاول نقول ليه راه البنت بوحدها دارته، اونيونو ليبرو دي فاريك ولا كي فوالي، يعني حنا في بلاد ديمقراطيه، في بلاد لا ليبرتا، يعني هي حره، بغات دير الحجاب ديرو، بغات دير لا ماسكيرينا ديرها. فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ يعني حنا في بلاد لا ليبرتا. نحاول نتقرب من هذا المعلم هذا، ونشرح ليه ونبين ليه، وفي نفس الوقت غادي نكون انا في دعوه، يعني باش غادي نقرب منه ونشرح ليه، غنكون انا في دعوه، وغادي يتقبل مني الهضره، غادي نشرح ليه دقة دقة، ماشي غادي نمشي نخرج في عيني ونغوت عليه. نو، انا ما بغيتش يديو عليا نظرة خايبة، بغيتهم يعرفوا الاسلام كوماه. فهمتيني اش بغيت نوصل لكم الاخوان؟ يعني هذا مشكل ديال واحد السيدة، وكاين الناس اللي تيقول لها سيري دخلي حيحي عليه، سيري ديري ليه، سيري فعلي ليه. نو، حنا غادي نجيو به التي احسن، يعني غنحاولوا كيفاش غنجروا حتى ذاك المعلم. انا غادي نقول لكم واحد القصة. واحد السيد كان فينا واحد ديال فيرونا، ياك كنت ذكرتها في واحد الفيديو، غنعاود نذكرها لكم. هاد السيد هذا فينا واحد ديال فيرونا، ياك، كان ديما كيسكر، ديما كيمشي لواحد البار في العشية فاش يسالي الخدمة، تيدخل لهداك البار تيبقى يسكر 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 حتى تيخرجوه بالدفيع. هاديك الباريستا هاديك اللي خدامة في هداك البار، ديك القهوة، فاش صافي خاصها تسد، كتخرجو بالدفيع، تيخرجو ويسدو، وش يقول لها هذاك المغربي، تيقول لها تو فاي لينفيرنو، انت غتمشي النار، تو فاي لينفيرنو، بحال هكا راه سكرانه. تخيلوا معايا هذيك الكلمه، ياك
كل مره تيقولها ليها هذا، كل نهار تيخرجوا تيقول لها انت غتمشي النار. هذيك الباريستا اثرات في هذيك الكلمه لان يوميا كتسمعها، مشات كدير البحث على الاسلام وسلمات بوحدها، مشات تدير البحث على الاسلام. وتخيل معايا هذاك السكيري كان سبب في ادخال هاد الباريستا للاسلام. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ تحياتي الاخوان، حاولوا تبارطاجيو كي تعم الفائده. الا شفتوا شي حاجه ديال العنصريه ما خاصنيش نتشد معاهم، بالعكس خاصني نجي هما غيبغيوك تبين لهم هذيك الغله ديالك نتايا، هذيك الجعره ديالك. نو غادي نجيهم بالطريقه هي الزوينه. نعطيكم مثلا شي واحد تيدخل في التعاليق بحال هكا في يوتيوب ويبدا يعاير ويقول لا انت مشائم، انت كدير كذا، وانت اش نقول انا؟ رايك هذاك ورايك يحترم صافي. وسيكون دوفوي هو كي غيحس باش غيقرا هذاك الشيء. انا شحال من واحد كتبت لي هذا الشيء التعليق ديالو حيدو، فهمتي؟ واخا يبقى يعاير ويعاير لك والديك، نقول ليه راه رايك هذاك ورايك يحترم. هو كان كيسين مني واحد ردات الفعل انا ما غنجبدهاش ليه، هذيك ردات الفعل ما غادي نجبدهاش ليه، لان اصلا ما غنصور منه والو، هو ما كاينش حدايا. فهمتي اش بغيت نوصل لكم؟ تحياتي الاخوان، بارطاجيو دائما كيتعم الفائده. كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي شارك في القناه وفعل الجرس، لان مره كندير المباشر والمباشر غادي تحط السؤال ديالك وغادي نجاوبك. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.